في صباح هذا اليوم آخر أشواطنا على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها في مسيرة هذه الأشواط. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم، وانطلاقة وتحديات هنا أيضا مسيرة لقايا أصحاب السمو والشيوخ. نسير معكم مع هذا الشوط وماذا يدور فيه من تحدي ومن صراع ومن إثارة، ولا زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام هنا أيضا، وانطلاقة وتحديات وهيلة للسيف بن عبيد بن سعيد الرايحي من سجلت 7:26 بالوفاء والتمام والكمال. نتابع هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع هنا الفارس حمد بن ناصر من مصر الشهواني من ينطلق على صدارة وعلى المركز الأول، بينما شاهين عبد الله بن محمد بن عتيق المهيري من يأتينا على ثاني المراكز، ونسناس أحمد بن سيف بن سالم بالضحاك من يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع سيل هنا لأحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي من ينطلق بهذه الانطلاقة، ومن الجانب الآخر هناك السهم المبارك بن محمد بن نصرة العامري، بينما سادس مراكزنا يأتي الصيرمي لعلي بن خميس بن محمد الخذيري، وهنا القادم بهذه اللحظات قشمير مطر بن علي بن علوان الاقتبي يأتينا على سابع المراكز. المركز الثامن نقد لسعيد بن حربي بطشة العامري، وتاسع مراكزنا القادم هنا ضاري عامر بن محمد بن زايد المنصوري، وعلى المركز العاشر المنطلق مشوش لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، دعناها على حضاراتكم، لنا عودة بعد المراكز العشرة والنداء الأول للمراكز العشرة الأولى إلى وإلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى التغيير الذي طرى وجرى من نسناس من غير على الصدارة لأحمد بن سيف بن سالم الضحاك من انطلق على صدارة على المقدمة، قشمير على المركز الثاني مطر بن علي بن علوان لقتبي، ويأتي الفارس حمد بن ناصر بن مسور الشهواني، ومن الجانب الآخر يأتي ناظاري عامر بن محمد بن زايد المنصوري، بينما خامس مراكزنا نجد هنا لسعيد بن حربي بطشة العمري متسللا من مركز إلى مركز. سادس مراكزنا يصل صافي لمسلم بن سهيل بن هيا العامري كذلك بأول نداء في هذه الانطلاقة. القادم هنا شاهين عبد الله بن محمد بن عتيق المهيري، وهنا ياتينا الصيرمي علي بن خميس بن محمد الخذيري المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. تاسع مراكزنا هو القادم هنا الغزال محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز العاشر والمنطلق السهم المبارك بن محمد بن نصرة العامري على المركز هنا العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، نهى على حضراتكم بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمقدمة. هناك قشمير على الصدارة مطر بن علي بن علوان الاقتبي من ينطلق على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ضاري عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ونسناس لأحمد بن سيف بن سالم الضحاك هنا أيضا المنطلق بهذه الانطلاقة على ثالث المراكز. والمركز الرابع الصيرمي علي بن خميس بن محمد الخذيري، والقادم هنا الغزال محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، ومن الجانب الآخر الفارس
سيف بن قاسم بن محمد بن قيلة العفاري، والقادم هنا موج الموج الموج محمد بن سالم بن عتيق الضيوف العطوي قادم أيضا بهذه اللحظات يتسلل من مركز إلى مركز في الانطلاقة والتحديات هنا مع أشواط الانتاج والمنتجين آخر أشواط هذه الفترة الصباحية. القادم هملول علي بن سعيد بن سريم القتبي قادم بهذه الانطلاقة وبالتحديات الجميلة. الوصول 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 هنا وصل بهذه اللحظات الرهاوي عبد الله بن نايع بشاوي لغفلي أحد الأسماء هنا والكيلومتر الأخير، ولكن الصدارة مع جشمير هنا جمشير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ينطلق يبغى النقطة الثانية لهذه الخوانيج مطر بن علي بن علوان الاكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ضاري عامر بن محمد بن زايد المنصوري والموج لمحمد بن سالم بن عتيق الضيوفي على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. الله الله، ولكن ضاري من غير على الصدارة، ضاري على المقدمة وعلى المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط. عامر بن محمد بن زايد المنصوري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا جمشير مطر بن علي بن علوان والغزال محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، والقادم هنا الرهاوي عبد الله بن نايع بشاوي لغفلي، ولكن ضاري على الصدارة، ضاري على المقدمة وعلى المركز الأول. سلوم للظفرة، سلام سلام مدينة زايد، سلام على هذا الفوز المميز الجميل مع ضاري. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز. عبد عامر بن محمد بن زايد المنصوري الغزال في المركز الثاني اللي هنا بانطلاقتي وتحديات محمد بن سعيد بن عبيد الحميري الرهاوي، من وصل عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي وجمشير لمطر بن علوان لقتبي، وياتينا صاء الموج لمحمد بن سالم بن عتيق الضيوفي خامسا. والتوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول هذا الانطلاق والتحدي 7 دقائق 27 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني لضاري. تهانينا لعامر بن محمد بن زايد المنصوري، تهانينا وناموس لجميع الفائزين. وإلى ملخص سباقي صباحي هذا اليوم هنا وزميل عبد الله القريبي.